فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا صلى الله عليه وسلم وجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة عن العلوم وعلوم الصالحين فصل: فإنما الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح لأنه تابع لعقد الإحرام، والإحرام ينعقد بالنية وكذلك تابع. واحتمل أن يعتبر فيه القول لأنه اشتراط فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف. ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قولي محلي من الأرض حيث تحبسه. نعم، هنا في هذا الباب مسألة الـ الـ الاشتراط. طبعا تعلمون أن كل عمل وكل عبادة تحتاج إلى نية، تفتخر إلى نية، لقول الإنسان إنما الأعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى. هنا مسألة الاشتراط مسألة عارضة، ليست أصلا، هي مسألة عارضة. كلام طيب قاله معاذ، هقرأ عليكم بعد هذه المسألة. فمسألة الاشتراط مسألة عارضة ولها وصف. فالعلماء يقولون في هذا الباب: هل يصح الاشتراط بدون التلفظ، يعني ينتوي يعقد النية على الاشتراط؟ فقالوا نعم يجوز. ووجهة النظر الفقهية في هذا الباب أن التابع أخف في الحكم من الأصل من المتبوع، فقالوا أنها مسألة تابعة، فالتابع يخف فيه المطالبة، التابع يخف فيه المطالبة. ولذلك عندنا قاعدة قوية جدا، قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش؟ في الاصل. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. والوجه الثاني قال: واحتمل ان يعتبر في قول انه اشتراط فاعتبر فيه. حقيقه الامر ظاهر الاثر مساله التلفظ، ظاهر الاثر مساله التلفظ. وان كان المساله هنا اتى فيها بصيغه الايش؟ الضعف، لان النبي قال لها ايه؟ نعم، الموقف عن الاصل من الحديث. عامة خلينا في الحديث، هو قال لها ايه لما كانت شاكية؟ قال لها حجي واشترط. في رواية الاخرى قال حجي وقولي ها محلي حيث حبستني. قولي وقولي هنا فيها دلالة على 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 مسألة، لكن هي حقيقة الامر حكاية الفعل لا يصح ولا ينتهض الاستدلال بها على الاشتراط. حكاية الفعل لا يستند بها، لا ينتهض بها على تأصيل الاشتراط. لكن يقال أن الأكمل والأحسن هو أن تتلفظ، لكن لو عقدت التابع يخف حكم عن إيه؟ عن المتبوع. فلو عقدت العزم على الاشتراط فهي مشترطة في هذا الباب. نعم نعم. احنا نقول لا، هو تابع، هو ده حق تابع. هو اصلا عندما متى سيقول محلي حيث حبستني؟ هو لو قال محلي، قوله محلي دلاله انه تابع ليش؟ للاحرام. محلي من ايش؟ يعني الحل من الاحرام. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الامام ابو القاسم معلش انا اسف قبل ان تقولها معاذ، هذا الفحل المغربي بيقول: الفقه صعب مرامه، شديد مرامه، لا يعطى مقاد لكل واحد، ولا ينساق لكل طالب، ولا يلين في كل حديد، بل لا يلين الا لمن اريد به بنور الله جل في علاه في بصره وبصيرته، ولطف منه في عقيدته، او لطف منه في عقيدته وسريرته. هي هذه على ما قلنا بان المسائل مدارها عليه. ها السمعاني، السمعاني صاحب القواطع. فهي حقيقة الأمر يشوف هو تكلم على إيه؟ مسألة السريرة، مسألة الفقه ده مسألة عظيمة جدا. أصل الفقه أنت تتقن مراد الله عشان تصل لكده. أصلا 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 هو التقاءك أو 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 نقول مرام ما أنت يعني عند الله فيه أو مقامك عند الله بارتباط الإيه؟ القلب. والفقه فقه، والفقه هو عقل القلب. فالمسألة تحتاج إلى صفاء ونقاء حتى يصل إلى أصول مسائل الفقه المهمة. وعامة هذا علم كما قلت علم نادر. لذلك أنا حقيقة الأمر ترى عندما ترى في مسائل السير والتراجم، انظر في التراجم ترى الكثرة كثيرة إيش؟ محدثون
ترى المحدثين الكثرة الكثيرة، فاهمني؟ لأنه يدخل في الأمرين، نضر الله امرأة. وطبعا أعز المحدثين مكانة من تفقه بفقه الحديث، لأن الفقهاء في ندرة حقيقة الأمر، الفقهاء في ندرة، ولأنه الفقه الفهم، فهم مراد المتكلم، فالفقه أمر ليس بالهين، لذلك الفقهاء في ندرة. قارئ الفقه غير إيش؟ غير الفقيه. حامل الفقه غير الفقيه. فالمسألة الفقه مسألة نادرة. نعم تفضل. شو قال ابن قدامة رحمه الله؟ مسألة السلام تعالي صوت حضرتك. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج ويشترط. قال ابن قدامة رحمه الله: الإفراد هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات، هو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة، سواء فيما يجب ويستحب وحكم الاشتراك. وحكم الاشتراك عندنا فضيلة الشيخ محمد الشرقي أبي أقول محمد عامري أبو سهل إبراهيم، يعني أنصحكم بمتابعة هذا الأخ المجتهد حفظه الله، هذا فضل منهم والله، المغاربة ناس أفاضل جدا ولهم فضل علينا صراحة. أنا أشكر أهل المغرب جميعا، وكانت الأزمة مشتدة، وأهل المغرب وأهل الجزائر بالذات ظهر منهم يعني ما أدري عامة. أنا أكن كل الاحترام والتوقير والشكر والثناء على أولئك القوم من المغرب ومن الجزائر. المغرب ناس أفاضل جدا، أنا حبي لأهل المغرب يعلم الله على التأصيل، لأن أنا قلت أنا ابن يوسف التشافين، أنا أحارب ابن تومرت وأهل ابن تومرت، لكن هؤلاء فضلوا. الجزائر أيضا لهم فضل علي، وأنا مدين بالاعتذار والشكر أكررها أكثر من مرة لإخواني الأفاضل صاحب الأثار إنما الدين بالأثار، وعمر ومن معه، والأستاذ محمد شمس الدين جزا الله خيرا. صراحة قد يعني أنا قلت تركت الله والذي يشكر، لأنه من نصر العقيدة نصره الله جل وعلا، المسألة مش أشخاص. قلت حتى نبي لما مات قام أبو بكر يقول: أنتم لا تحبون نبي على أنه محمد، أنتم تحبون على أنه إيه؟ على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني سمعني حاتم أيضا تكلم، فأنا لا أضيع كلام حاتم. حاتم يقول: حفظك الله قمرا أطلع على كتب الفقه فزادت بهاء ونورا، نغلت على الجهبزة علما عظيما، فأصبحت منارة لكل طالب علم وملازم يوم قل الناصح العليم. طبعا هو ثوب أوسع مني بكثير، لكني أحمده وأنا أحبه جدا، لأن أنا عشت دهرا مع حاتم، أحب هذا الدهر الذي عشته معه، رأيته ليس ليبيا فقط، أنا عندي أهل ليبيا ما عنديش منه كثر أصدقاء أو من طلبة علم، حتى في دبي كان اللي معي في طلبة علم الليبيين مش كثرة، لكن هناك في ماليزيا حاتم كان بشطر ليبيا عندي، ومعه كان أخونا الفاضل صالح، لذلك أنا بعتز به جدا. أسأل الله تعالى أن نلتقي جميعا يعني في مجلس واحد، تكون الأخوة في الله هي أعظم ما يحركنا، والمحبة في الله هي أعظم ما تجمعنا. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم أنا أعتز لحضرتك، تفضل أستاذ محمد. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج وأشترط. أنا قلنا ما اشترت، طبعا يقول إنه يريد الحج واشترت، قلنا هذا الباب على أصله وش هو وجيزة. شفت الخطأ اللي وقعت فيه، لأن أنت أصلا مش منتبه. أين النائم؟ فين النائم؟ ما زال نائما؟ مستهى ما في نصير. نعم الله عليك. كانت السلام لا اشترت ولا كانت حالة خاصة يقص عليها المفروض. ماشي نعم شي عزم القلب ممتاز. أحسن. الأستاذ الكبير. وقتين. لا هي كانت معاك، أنت راحت فين؟ على أصله على الإشراط على الاستحباب. قلت إيه؟ في قلت إيه؟ على الجزء؟ قال المدام رحمه الله. هي المشكلة عندنا النت دلوقتي بقاله أسبوع متدمر يعني. ماشي تفضل يا شيخ.
خالد قدامة خالد قدامة رحمه الله الإفراد هو الإحرام والحج مفردا من الميقات، هو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة، سلام فيما يجب ويستحب بحكم الاشتراط. ما هو شعر من الاشتراط الذي قال فيه بالاستحباب. هو احنا عندنا المناسك الانساك ثلاثة، افراد قران تمتع، والافراد هو ان يفرد بالحج. يفرد الحج يعني يقول لبيك اللهم بحج لا رئة فيها ولا سمعة. في المستحب عندنا الحنابلة اللهم لبيك بحجة لا رئة فيها ولا سمعة ومحل حيث حبستاني، هذا قال بالاستحباب. وده كما قلنا هي وقعت حال لا تعمم في هذا الباب، و و و و و و و والحال ظاهر عندما دخل في الحديث قال كانت شاكية، ففي حالها قال ذلك، وإلا ما قالش لعائشة اشترتي، وكان أولى أن يقول مين؟ ليش بقى الأولى يقول لعائشة يا أستاذ منصير؟ لأنها حاضت. ليش يقول الأولى أبي أهاب؟ ما في انا حاضر حجيب انا بس استاذ ملهم الله يلهمنا وياك الفضل والخبر. نعم اولى ناس بالخير منه لو كانت مستحبه، هي اولى ناس بالخير منه، بس في مغزى تاني اقوى من كده، هي اولى ناس ممن ينشر الامر على الناس، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. صحيح ولا لا؟ الاولويه جاءت من هنا في هذا الباب، الاولويه جاءت من هنا. فلو كان لامرها، ولم يكن من الصحابه احد فعل ذلك الا انه امر ضباعه وقال لها انها كانت شاكيه، قال لها انها تشترط. فان يقول اللهم بحجه لا رياء فيها ولا سمعه، يبقى على احرامي اذا نزل البيت، فانه عند البيت يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم باتفاق سنه مستحب. يبقى انه لو مفرد طواف الوضوء الزياره استغفر الله طواف القدوم وذهب الى الصفا والمروة فطاف، هذه تسقط يوم النحر، يكون نسك هنا تقدم عن وقته. صح ذلك؟ لان هم حتى اللي بيقول لك انه بقى عليه الصفا والمروة فاهم ما وسافر ويرجع، يقال يرجع بطواف وعكيه صفا والمروة، لان هو العلماء قالوا على طواف صفا والمروة يكون يسبقه طواف. فإذا طاف بين الصفا والمروة سقط عنه يوم النحر. يبقى يوم النحر هو عليه إيه بقى؟ عليه الأربع الأعمال الأربعة في يوم النحر: رن حط راء رمي نون نحر ها حاء حلق ها. شوف حفظه تذكر أيام كانت أيام حلوة أشياء، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا بإذن الله. طواف اللهم أرد علينا هذه الأيام. طواف الطواف إيش؟ الطواف البيت والصفا والمروة يكون لاحق، فهو يسقط عنه. وش؟ رنحط رجل من الملكية الذي قال هذه الجملة، قال أعمال النحر كلها تجمع في هذه الكلمة رنحط. فالطواف يطوف بالبيت. طيب، فإذا طاف صف المروة سقط عنه يوم النحر. جيد؟ وهو أيضا يبقى على إحرامه ويدفع مع الناس في اليوم الثامن إلى منى ضحا، فيدفع إلى اليوم الثامن إلى منى، يصلي بها الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب قصرا والعشاء قصرا والفجر، ويصلي الفجر هناك كلها عدت المغرب قصرا على الجميع. والله ما شاء الله كله عايش كده، فاهم ازاي؟ وانت بتعمل ايه؟ انا شغال ودخل اقول يا رب ما فيش واحد يصحى، ما فيش واحد يستيقظ المغرب. والله العظيم في واحد ازاري قال لي بيصلي ركعه ونص. طب والله العظيم قال لي والمغرب قصرا، قلت له قصر المغرب باي اثر وباي استاد؟ قال اصلي ركعه ونص. قلت له انا اسف والله ما اعرف في تاريخ الفقه حاجه اسمها ركعه ونص في حال من الاحوال، لسه بالله عليك. فاذا نقول بانه يصلي المغرب ثم العشاء قصرا، وهذا لا خلاف الحنفيه مش جمع، ويصلي الفجر ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يدفع الى نمره يكون هناك ويصلي بها الظهر والعصر جمع وقصر، ثم بعرفه الى اللهم ارزقنا رب العالمين، ثم بعد ذلك يدفع في الليل عند غروب الشمس، يدفع الى مزدلفه يبيت مزدلفه، ثم يذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يذهب الى اعمال يوم 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 النحر. هذا المفرد في نسكه. وقد رجح الشافعي وغيره على ان افضل الانساك هو الافراد، على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. حقيقة هذه مسألة ترجع لمسألة أخرى، مسألة الإبهام في الإحرام. الشافعية يرجحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبهم أبهم الإحرام، يعني مطلق يعني
وذلك أنت ترى في الحج بالذات أي حرام أنت تحرم به يمكن أن يغير طبعا على شروط في مسألة إدخال الحج عمر وعمر على الحج. نعم تفضل. هو لو ذهب قبل اليوم الثامن يسعى يسعى نعم لو سعى لو سعى بين الصفا والمروة في هذا الباب سقط عنه يوم النحر مع طواف الزيارة. كما قلت لك هي أصالة المسألة أنه دخل في الزيارة في اليوم الرابع ولذلك قالت فكان طواف البيت وصفا والمروة لحجه وعمرته ولذلك قال لها قال يكفيك لحجك وعمرتك طواف البيت وصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك دي أنساك نعم نعم يسقط عنه في يوم النحر ماشي. قال ابن قدامة رحمه الله من مسألة قال الإمام والقاسم الفقيه رحمه الله وإن أراد القرآن قال الله إني أريد العمرة والحج ويشترط. قال ابن قدامة رحمه الله معنى القرآن الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة جابها على 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 الصورتين. هو أحد الأنساك المشروع الثابتة بالنص والإجماع وقد روي أن معاوية رضي الله عنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا أما هذا فلا. قال فإنها معهن يعني مع المنهيات ولكنكم نسيتم. عجيب ينسي الصحابة والصحابة يخالفونه جميعا فيما يقول في حرف الشاسج صحيح إلا النهي عن القران فهو شاذ. قال وهذا مما لم يوافق صحابه معاويه رضي الله عنهم عليه مع ما تضمنه من مخالفه الاحاديث الصحيحه والاجماع. قال الخطابي رحمه الله ويشبه ان يكون ذهب الى تاويل قوله عليه السلام حين امر اصحابه رضي الله عنهم في حجته بالاحلام وقال لو استقبلتم امري ما استدبرت لما سقت الهدي وكان قارنا فحمله معاوية رضي الله عنه عن النهي. وهذا اسمه ايه؟ اسمه البحث عن الايش؟ عن ايضا يعتذر لمعاوية رضي الله عنه. لكن حقيقة تعلم ان سعد بن ابي وقاص نقل ابن قدامة شدة الانكار عليه عندما قال ايش؟ قد لبينا بها بهما وهذا كافر بمن فوق الإيش العرش عايز تأخر الإسلام. هنا النسك الثاني هو القران. القران يعني قارن بين النسكين يعني نسكان في سفرة واحدة. وقد يطلق على القران إيش تمتع. ليش بقى تمتع؟ ها الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. الجمع بين النسكين في سفرة واحدة. فالقران هو يقول لبيك اللهم بعمرة وحج أو بحجة وعمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بأنه أحرم إفرادا بأنه ده أدخل الحج على العمرة. قال ما قالوا إقرارا قالوا البدا كان إفرادا ثم صار متمتعا أي صار قارنا لأنه جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج وأدخل الحج على العمرة. طبعا الفقهاء يقولون يجوز إدخال الحج على العمرة بشرط ألا يكون تلبس بالنسك. لذلك لما دخل عائشة وجدها باكية قال ما بك وهي كانت أفرادت الإيه العمرة باكية فقال ما بك أنفستي علم ذلك قالت نعم قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ثم قال انفضي شعرك قال وارفضي عمرتك في رواية يعني لا تجعليها ايه لا تجعليها مستقلة دي معنى ارفضي مش اسقطيها فقال وارفضي عمرتك وامرها بان تدخل الحج على العمر والسياق حاكم لانه قال ما فيش رواية فيها انه قال ادخل الحج على العمر قلنا لا قال لها وطوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك قال لحجك وعمرتك قال الله ما قالت له
هيرجع الناس بحج عمره وارجع بعمره؟ قالت يعني يرجع الناس بحج مستقل وعمره مستقله ولا ارجع بعمره مستقله، فاعمرها من التنعيم. وبهذا تلتئم ايش كل الادله وتكون على بيان انها ايضا كانت قارنه رضي الله عنها وارضى. والقران هو ان يحرم الحج والعمره من الميقات ثم يذهب الى البيت، ايضا كما قلت بانه ايش اذا طاف الزيارة ومع الصفا والمروة سقطت عنه يوم النحر. فإذا طاف وطاف بين الصفا والمروة سقط عنه يوم النحر، يطوف البيت فقط في هذا الباب. إلا المتمتع عليه طوافان وسعيان. لما؟ لأنه بيتحلل من العمرة، فبيبقى عليه الطواف والسعي في يوم النحر، اللي هو يوم النحر الأكبر في هذا الباب. فالقران هو أنه أحرم بالنسكين، وهذا الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. وأما معاوية رضي الله عنه فقال لهم إن هذه مع المنهيات، فقال إنما هي من المنهيات ولقد نسيتم، فلم يوافق أحد من الصحابة. وقلنا كان سعد بن أبي وقاص اشتد عليه في النكير في مسألة المنع من، هو كان يأتسي بعثمان في مسألة المنع من القران، ويقول بالإفراط في هذا الباب. وحقيقة الأمر القران قد أحرموا به، والتمتع قد أحرموا به. وعلي بن أبي طالب لما نهى عثمان عن التمتع قام له وقال تنهى عنها وتعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، ثم قام فقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وطبعا هنا من الأدب الخطابي قال ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه في حاجته بالإحلال. أمر من؟ أمر كل من أحرم سواء بالعمرة أو بالحج وليس معه الهدي، أمره أن يجعلها إيه؟ عمرة. حتى اللي أحرم بالحج أمره أن يجعله أن يجعل عمرة، أن ينويها عمرة. يعني من أفرد يقول له طوف بالبيت وصفا المرة ثم تحلل، يعني جعل عمر. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أنه نهى لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هذا اعتذار لمعاوية، لكن معاوية في هذا الباب مثله مثل عثمان رضي الله عنه، مثله مثل أبي بكر وعمر، كانوا ينهون عن المتعة من أجل ألا يكون البيت إيش شاغرا. ولكن هذا الاجتهاد يعني هذا الاجتهاد وافق معارضة ظاهرة لإيش، لا لكن هو اجتهاد في التقويم. ولذلك عروة بن الزبير لما ابن عباس قال له بالمتعة قال له نحن نأخذ بفهم أبي بكر وعمر لا فهمك، فقال أصر الناس على الهلكة، أصر الناس على الهلكة. المسألة مش مسألة فهمي، المسألة مسألة إيه؟ نص جاء لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا جعلته عمرة ولا تحللت. ثم أمر أبو موسى الأشعري عندما قال له أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت الهدي؟ قال لا، قال طب البيت وصف المرأة وتحلل الحل كله. قال حل كله؟ قال الحل كله. في هذا تفضل. قال فصل ويستحب أن يعين أو يعين ما أحرم به. وبه قال مالك رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه الإطلاق أولى. يعني إيه يعين يعني؟ ها يعني النسك، يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ربيك اللهم بحجة، ربيك اللهم بعمرة وحجة. نعم. وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه الاطلاق اولى لما روى طاووس رحمه الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه. وهذا عجيب لان كثير منهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد بالحج. نعم. فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروه فامر اصحابه رضي الله عنهم من كل من كان منهم اهلا ومن لم يقم معه هدي ان يجعلوها عمره لأن ذلك أحوط لأنه لا يأمن الإحصار أو تعذر فعل الحج عليه فيجعلها عمرة. وهذا عجيب، يقول الإطلاق هنا ينفعه في مسألة إيش؟ الإحصار. لكن حقيقة الأمر في مسألة التعيين ورد عن سلم التعيين، والدلالة على التعيين إيه الدلالة على التعيين؟ منوفي يقولون عندنا مثل عجيب في المنوفية، لكن وجدنا فيهم أفزاز صراحة. الشاعر العظيم أخونا أحمد عبد الهادي الرياضي الكريم، رجل حريص جدا على طلب العلم ومتفوق والله الحمد والمنة، حاجة تشرف يعني.
المنوفية فيها رجال تخرج كثير من الرجال. شوف ابتسامته خلاص خلاص قلبه وقف. احل طيب احل افضل لك ده احل على فضل الشيخ تفضل. فضل بما نعم. والاصل في ذلك حتى عائشة اوسع وايش واوثق واثبت قالت فمنا من اهل بعمر ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمر حج. فبينت انهم اهلوا واويه وعينوا اهلوا وعينوا. فالتعيين اصلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو كثير منهم قال بان النبي صلى الله عليه وسلم افرض الحج. نعم نعم. قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالاحرام بنسك معين فقال من شاء منكم ان يهل بحج وعمره. وده قول عائشه قالت فمنا ومنا من مثل ذلك. نعم. فليهل ومن اراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد ان يهل بعمره فليهل. حديث عائشه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم انما احرموا بمعين على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته لا يطلعون على أحواله ولا يقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه أعلم به من طاووس رحمه الله. لاحظ شيخ معاش والنبي وأصحابه. أنا أسف جدا إنما أحرموا بمعين صح كده. يبقى دي معناه إيش؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ شوف لازم الفقيه بيسمع فقه بالذات المتن عينيك على كل كلمة لأن هو أصلا هو بيكتب المتن واضع كل الأدلة على رأس أمام عين. تفضل. أعلم بحجتي. ممتاز. نعم. أنت لما بتيجي تجاوب بتضحك ليه أو بترفع إيدك بتضحك ليه؟ دي حاجة برضو بتخليني عايز أفهم ما الذي ما وراء الحدث. مستبشر. مستبشر بكل علم. ماشي تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم معين وعمر أصحابه بالتعيين. هو صحيح جاءت مع المنوفي حطوفي يعني بالحرف ده صحيح. يعني هو أصاط لما يقول بذلك يقول شوف إيش قال والنبي وأصحابه إنما أحرموا بمعين أو بالتعيين. يعني هذه في دلالة يقول وقد صرح النبي بإيه بالتعيين وهذا صحيح الذي قلنا عليه وهو كان إفرادا. ماشي. قال وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في حجته يطلعون على أحواله ويقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه أعلم به من طاووس. هو طاووس ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. تفضل شيخ. قال وقال طاووس قال خرج النبي ولم يسمي صح كده. خرج من المدينة لا يسمي حجا وبين طاووس وبين النبي ايه مفاوز. ماشي. قال وحديثه موسى والشافعي رحمه الله لا يحتج بالمراسيل المفردة فكيف يصير من أجل مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق لأن الشافعي ما كانت احتجاجه بطاووس. الشافعي له وجهة أصلا فقهية فيما قال يعني هذا بهذا الباب. هو بيقول فيسهل عليه أن يجعلها إيش عمرة. قال والاحتياط ممكن. هو بيقول أحوط لأنه لا يأمن الإحصار. فإن تعذر أي فعل الحج عليه جعلها إيش عمرة. فيبقى الوجهة الفقهية عند الشافعي في الإطلاق هو إيه تحقيق هذه المصلحة اللي هي الحيطة من أجل النسك. مفهوم. لذلك هو كيف يرد على الشافعي أنه احتج بطاووس. كان الوجهة الفقهية عنده هذا الباب. لذلك هو بيرد عليه في هذا الباب يقول والاحتياط إيه ممكن. يقول ما كنتش يقول الاحتياط بأنه يجعلها عمرة يعني يعين بس يعين إيه عمرة ولا عين حج ويكون على ما قلت يا شافعي إنه لو أحصل يجعلها إيه عمرة. تفضل. قال والاحتياط ممكن بأن يجعلها عمرة فإن شاء كان متمتعا وإن شاء أدخل الحج عليها فكان قريبا. يعني وهذا الكلام هو الأنسب. وهذا الكلام هو الأنسب والتعيين أوفق وألزم للحج. نعم. قال فصل فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك
ولم يعين حجا ولا عمرة صحة وصار محرما. يعني هو أطلق الإحرام، وده كثير أيضا وقع، ومنهم من أحال الإحرام أيضا ويعني صح إحرام. نعم. لأن الإحرام يصح مع الإهانة، فصح مع الإطلاق. لا أنت وين أنت؟ إن إذا أطلق فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حجا. ها قال فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حجا ولا عمرة صح وصار محرما. ممتاز. لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الإطلاق. نعم. فإذا أحرم مطلقا، يعني هو يقول إن صح إبهاما من باب أولى صح إطلاق. نعم. فإن أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، لأنه له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها، فكان له صرف المطلق إلى ذلك، والأولى صرفه إلى العمرة، لأنه إن كان في شهر في غير أشهر الحج فإن الإحرام بالحج مكروه أو ممتنع، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل. وقد قال أحمد رحمه الله يجعله عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى رضي الله عنه حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجعله عمرة كذلك. هنا في هذا الباب فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حجا ولا عمرة صح ذلك، لأنه يصح مع الإبهام. وقال أهللت بما أهل به إيش النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ صح. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه، فلئن صح مع الإبهام فلأن يصح مع الإطلاق من باب أولى لتحري أنه ممكن يسقط على غيره. فإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك، أي الأنساك الثلاثة. فإذا أحرم مطلقا لبيك اللهم حج أو بنسك وتركها على الإطلاق بنسك، لا, لا, لا يعين إفرادا ولا قرانا ولا تمتعا، يصرفه إلى ما شاء. ولأنه يعني لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك. وإحنا بينا أن من أحرم لغيره يقع الإحرام لنفسه على ما بينا السلام في حديث شبرمة. والأولى صرفه إلى عمرة لأمور، لأنه إذا كان في غير أشهر الحج فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع على قول الشافعية، مكروه على قول من؟ الحنابلة قالوا ذلك، لكنه الشافعية قال ما لا أصلا في غير أشهر الحج تكون عمرة لا تكون حجا، هو الأولى في ذلك. وإن كان في أشهر الحج قالوا فالعمرة أولى، لأن الحنابلة قالوا بأن التمتع هو أفضل الأنساك، بل وهو الحق الأقرب إلى الأثر لمن لم يسق الهدي، أن التمتع هو الأفضل له. نعم. إذا شئت وقفنا عند هذه المسألة عشان ما نطيلها الإخوة. طبعا الأخ ده ما يعني الأخ تأثر بك أخ مالك، ويعني كل على سيبه الراجل ده راجل فغر فاه بقى، هو هذا قلت هذا تأثير عالي. ما اسمك أنت محمد؟ ماذا أقول لك يا محمد؟ أنت أخذت في الإشباع، فاهم حضرتك، إلى درجة الإمتاع، فاهم، وكان في الفم المتساع يعني وهذا ولون. فالحاصل الأمر أنت كده بتنضح على أخيك. طيب نقف عند هذه المسألة ولا ناخذ مسألة ثانية؟ يعني شوف نصير عندنا معيار صراحة، سامحني. لا والله اعطيها بقى شيخنا معيار كده بتضرب بقى شيخنا. لا والله استنى، لا اتعلم لا كده ناخذ فاصل. انت ماذا تريد وانا سافهم ما تريد؟ خلاص كنت صادق بالله لك او خلك كن صادق، يبقى خلاص كده صح. الحمد لله شكرا، نكتفي بهذا. الإبهام أبهمه، الإطلاق جعله نسكا، أبهمه جعله على إحرام غيري، مش معروف إحرام غيري. قال بما أهللت، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال سقط الهدي، قال لا، فبين لهم ذلك بنسك، حرمت بنسك. تفضل شريف، انا عارف احنا كان برضه رحمه بك، لان الشيخ انا كنت ساقدم بقى، تعرف تجيبه يا محمد؟
تعرف تجيبه؟ هتصل بيه؟ ماشي. يعني اصلا كنت هقدم التمهيد هو اللي قال لي عشانك، قلت له خلاص الشيخ جابر فوق راسنا. اتفضل الشيخ. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيده السلف النقيا. وتلك عقيده السلف النقيا. فاخلص نيه ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.